معكم الفنان محمد قضاد، يعني سكان مدينة تازة. مدينة تازة اللي معروفة فنيا، يعني عطات الكثير تبارك الله وخرجوا منها طاقات. وانا كفنان يعني كبرت في احياء شعبيه اللي كتعرف التراث، كتعرف يعني تقاليد، يعني موسيقى تراثيه، موسيقى تقليديه، كالغيوان، كال يعني الجيل، اختلاط ب يعني كمجموعه المشاهب. كنت مولوع من الصغر ديالي، يعني في بدايه الثمانينات كنت مولوع بفن الغيوان اللي تعايشنا فيه مع مجموعه الكواكب تبارك الله اللي عطات للساحة الفنية. أنا تما شقيت الطريق ديالي يعني في بزاف ديال الستيل. كنت مولوع كبداية قلت لكم بعد في الغيوان، مورا خديت لا جيتار عاوتاني ك جيتار ستيل غربي، داكشي تاع يعني دي ستيل دميغري الريغي، يعني بزاف هاد المسائل. وفي التالي ارتحيت في هاد الفن هذا اللي هو فن القناوي، خديته يعني عجبني انه تراث ومعروف بين المغرب تبارك الله، وتازا معروفه يعني بيت هي يعني ما تاريخيا معروفه، كاين احياء اللي مسميه على هذا الفن هذا كدرب قناوه. يعني عندنا فن درب قناوه يعني راه معروف قديم، تاريخيا معروف قديم، حجره قناوه. هذا الفن هذا بغيت نحييه في هذه البلاد هذه، لان الناس ما كيعرفوهش بزاف وكيشوفوه يعني في لا تيلي عبر محمد القصري، يعني معلمين. بغينا حتى حنا يعني نحيوه في هاد المنطقة الشرقية. وعندي مجموعة يعني مكونة من 8 الأفراد، الحمد لله كنمارسو، شاركنا في مهرجانات، كنمارسو الفن ديالنا يعني بطلاقة. عندنا مهرجانات ومستقبلا كاين مهرجانات إن شاء الله، وبغينا نوصلوا للجمهور التازي يعني باش يعرفوه مزيان وكذا. ودابا راني متواجد في هذه المنطقه اللي هي راس الماء، بعيده على مدينه تازه بواحد 15 كيلومتر هكاك متواجد، وكنحاول ان نكتب هنايا ونبدع. وراسي كنبغي ناخذ يعني راحتي لراسي، ماشي مع الجروب ديالي، ولكن بعض الخطرات كنبغي ناخذ راحتي بوحدي باش كنحاول نبدع ونعطيو الجديد ان شاء الله مستقبلا الجمهور التازي والجمهور المغربي ان شاء الله بصفه عامه. وشكرا. هادشي اللي هذا معناه ان تازه بالجماليه ديال الطبيعه ديالها هي الملهم للفنان. بطبيعه الحال قال لك الشاعر ابن بيئته، يعني حتى مدينه تازه راه تبارك الله راه عطات، راه الناس خص تعرف بان تازه عطات فنيا، عطات رياضيا، عطات بزاف د الحوايج. راه هاد المدينه راه كنز، يعني اللي عرف يستغل هذا الكنز هذا اللي خلاو الجدود وخلاو كذا، راه يقدر يعطي في بزاف د المجالات. تازا راه فيلاج فعلا، ولكن راه عنده يعني راه فيه تبارك الله، كيقول راه فيه كنز. الانسان يحاول يشجع هذه البلاد، راه فيها تبارك الله، فيها كنز، خصنا حنا نوضوا به ونبينوه. وكنطلب من المسؤولين لهذ البلاد يعني نوضوا يخدموا ويعاونوا الشباب ديال البلاد باش يعطي حتى هو راه كاين كنز. انا قلت لا رياضي لا فني لا يعني بزاف المجالات. وهي في الحقيقه رسالتي كفنان هو الفن، الفن مسؤوليه عندها ثقل، ما خصش يكون فيها. انا كنوجه هذه الرساله كنوجهها للفنانه بصفه يعني رسميه، اللي كي يدافعوا على القضايا الاجتماعيه يعني بزاف د المشاكل. هو الفن راه رساله قويه جدا، خص الانسان ياخذها بجديه، يعني ما تكونش فيها رياء، ما يكونش فيها يعني تجاره. الفن راه خصنا نعبروا به على المعاناه ومشاكل الانسان، خصنا نعالجوا، خصنا نوصلوا، خصنا ندخلوا البسمه لقلوب الناس اللي مهمومه، خصنا يعني بزاف د الحوايج، يعني قضايا
قويه وقضايا كثيره اللي خصنا ندافعوا عليها بجديه. هذا هو الفن، ما ناخذوش كتجاره وك، هذه هي رسالتي كفنان. انا خديت هذا الفن القناوي لان يعني في الحمد لله في ذكر الله في مسائل كذا، ونقدر ندمج فيها يعني مواضيع اجتماعيه والحمد لله كنرتاح فيها، ماشي يعني واخد شي فن اللي كنلعب به ولا شي حاجه، لانني كمسؤول على هذا الفن غدا قدام الله نتحاسب عليه، يعني خصني غادي نتسال امام الله، خصني شي حاجه اللي نعبر بها وتفيد الانسان ماشي تدمره وتضيعه. هذا هي الرساله ديالي يعني. من ناحيه التهميش مهمش، يعني مهمش ومهمش، لان البدايه ديالي كانت ملي كانت في العمر ديالي 13 سنه 14 سنه بديت، يعني كنت كنعزف لا جيتار، كنعزف سونتيتيزور، كنعزف الكمان، كنعزف جميع الالات، وشاركت مهرجانات وبدعت كتبت وسجلت في دي ستوديو في كازا، يعني خرجت دي زالبوم للسوق، ولاني حقيقة تضريت من ناحية البلاد ديالي اللي ما عطاتنيش قيمة وما ساعدونيش، والبلاد هنا في الحقيقة كيشجعوا ناس برا من البلاد وكيخلوا كيهمشوا الطاقات ديالهم هنايا، ما تضريت، ولاني الحمد لله ملي كنشوف راسي كنغني أغنية هادفة كنرتاح، يعني ما كنتش انا طامح باش ندير الفن كتجاره وندخل منه الفلوس، انا الفن كنديرو باش كنرتاح فيه انا ونريح ناس اخرين اللي محتاجه الحنان ومحتاجه بزاف ديال المسائل الجميله، دونك ما يبقاش فيها الحال. هذا هو الفنان، الفنان واخا ما يستافدش راه كيمارس الفن ديالو اللي هو فن. ما الا جينا التجاره وكذا فعلا تهمشت من بعض الحقوق وكذا، ولاني با بروبليم، يعني كنصح الفنانة انهم ما يخدموش في الجانب المادي بزاف، يعني مارس الفن واخا ما يعطيش. انا قلت قبيلات كنقطه يكون داك الشيء في سبيل الله اللي تحاسب عليه امام الله، حتى الا تسالتي كون من بعد تكون اديتي داك الواجب في سبيل الله واديتيه يعني في سبيل المجتمع في سبيل هادشي اللي كاين، وما تهميش يعني تهمشنا، وهذا موضوع طويل والحمد لله الحمد لله، ماشي نقول الله ياخذ الحق، الله يسمح علينا كاملين هادشي اللي كاين. الكلمه الاخيره هي كنشكر بعد هاد القناه ديالكم اش وقع، لان الحمد لله وصلت حتى لهاد البلاد يعني وشرفت هاد البلاد وعطاتها قيمه لدرجة أن كاين هنا اللي طاقت هنا في البلاد وما عطينش قيمة لهاد البلاد اللي هي مدينتهم وما عطيناش قيمة، الحمد لله كاين خوتنا كاين أحبابنا اللي كيجيو يتفكروا البلاد ويشوفوها ويعاونوا الطاقات ديالها الحمد لله. والكلمة الأخيرة ديالي هي كنقول للمغاربة كاملين يعني ما تحزنوش، كونوا مزيانين، تفائلوا مع الحياة، واللي عنده شي كيمارس شي هواية يحاول يطورها ويؤديها يعني في حبا في المجتمع كله، يعني المجتمع المغربي المجتمع العربي يهديها للعالم كامل بحب ويعيش حياته والدنيا ما دايماش هادشي اللي كاين. وشكرا للجميع. لا اله الا الله سادتهما الشرفاء.